ممكن أسأل الشيخ أنا حاجة؟ اتفضلي. بصي حضرتك، أنا بقالي 5 سنين، يعني أنا بقالي 33 سنة متجوزة، بس بقالنا 5 سنين أنا وجوزي مشاكل على طول. ماشي أوكي. صراحة حضرتك أنا ما بتكلمش معاه إلا قليل جدا، وجي قطعت معاه بقالي 3 شهور بالظبط، لأن طبعا هو ما بيصرفش عليا، وطبعا ما فيش علاقة، وأقول لحضرتك يعني حاجات ما أقدرش يعني أقولها على الهوا. فأنا عايزة أسأل، أنا بصوم وبصلي الحمد لله، فما باجي أخرج ما بقولوش، لأني طبعا ماليش علاقة بيه خالص، لأني انتوا عايشين مع بعض في نفس البيت ولا انت مشيتي رحتي بيت تاني؟ لا احنا عايشين في نفس البيت، بس يعني ده الغرب، حتى سلام ربنا بيخش ما بيقولهوش. وكان على علاقة بواحدة، وكلمته مرة واثنين وثلاثة، وجبت له أهله ومفيش فايدة. فطبعا أنا خدت جانب لوحدي. فأنا عايزة أسأل الشيخ، بس أنا صيامي وصلاتي مجابة عند ربنا، ولا ربنا هيعاقبني بسبب إن أنا مثلا إن أنا مقطعاه، وإن هو مثلا يعني هو اللي عامل معايا كده، يعني هو اللي ولا بيسأل عليا ولا أولاد ولا أعرف أي حاجة عن ولاده، أنا اللي كل حاجة بقوم بيها. وطبعا أنا ما مش بشتغل، أنا ولا بقرأ ولا بكتب، بس أنا اللي حواليا بيساعدوني. هو ما بيدفعش؟ نعم. هو ما بيصرفش عليكم؟ لا. طيب شكرا يا نبيلة. طيب نبيلة 33 سنة جواز، بس آخر 5 سنين مشاكل بينها وبين جوزها، انتهت بإن في 3 شهور هم قاطعين الكلام تماما مع بعض. ومش عارفة الناس بتساعدها وهو ما بيصرفش وكذا وكذا، وهي بتقول لك هل أنا أقسم على القطع ده ولا إيه؟ هو طبعا المسؤولية على الطرفين مش على طرف واحد، يعني ليست المسؤولية على المرأة فقط. أيوة. ولا على الرجل فقط، إنما المسؤولية على الطرفين. فإذا هي قدمت المعروف وقدمت الخير وحاولت أن تصلح الأمور وتظبط الأمور، لكنه أخذ جانب آخر وانقطع عن النفقات وانقطع عن السؤال وانقطع عن المسؤوليات، فلا إثم عليها، صار الإثم عليه هو، هي خلاص أدت ما عليه. لكن أنا بس عايز أقول إن 33 سنة جواز ده رقم كبير قوي. فالرقم الكبير قوي لما بتحصل مشكلة ولا حاجة، فتخلينا دايما حريصين بنحط حدود بوقت زمني، بنعمل حلول ونعملها بوقت زمني. الوقت الزمني يا جماعة ربنا حدده في القرآن، قال كده، قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم. فأي إشكالية بين زوجين، أي إشكالية بين زوجين ووصلنا إلى مرحلة مش عارفين الحل، فبندي المهلة اللي ربنا قال عليها، بندي المهلة ل4 شهور. فبتعمل إيه؟ تبدأ تقول له تحاول مرة واثنين وثلاثة في الإصلاح في الإصلاح، وإحنا في مستمرين في الاصلاح نقعد لمده 4 شهور. بعد ال4 شهور ما فيش قدامنا غير قرار من اتنين، يا اما احنا اصطلحنا والمشكله اتحلت، يا اما يحدث الطلاق. ساعات الناس بتفهم ان مساله الطلاق دي مساله صعبه، وان ازاي بعد السن ده كله والعيال كبروا والكلام، لا، احيانا الطلاق نفسه بيبقى حل للمشكله. يعني ايه؟ لما بيحصل نوع من انواع الطلاق ممكن تيجي بعد فتره، بقى بعد شهرين 3 4 5، ما خلاص كبار في السن، يعني 33 سنه ومتجوزين عندهم 20، فبتتكلم في 53 سنه. فلما نيجي ممكن بعد الطلاق الرسمي الحقيقي وكل واحد راح في طريق، ممكن بعد فتره، بعد اسبوعين، بعد 3، بعد شهر، بعد حاجه، ممكن يرجعوا لبعض ويكونوا اقوى مما كانوا، لان ربنا اعطى. بس التعليقه دي مش حلوه، يعني ما ينفعش تتعلق، ما تقعدش 3 سنين و5 سنين، والارقام دي ارقام كبيره. هي كانت ممكن اتحسمت بعد 4 شهور، حسمت الموقف، كان ممكن الموضوع رجع تاني والامور كلها بقت كويسه. فانا دي نصيحه عامه ان احنا نحاول نعملها بالطريقه دي في حل المشاكل.